كانت محارب، الشمس تبدا في الانتصار من النهار، يبدا تسلم الغروب، ما الدم غاير في الدروب، ساير ورافض للهزال، كاتب سيناريو الملحمه بعثه بهمه رجال، واهبين حياتهم لاجلها، حالفين لا يرجع حقها، دايسين بروحهم على الحياه، رافضين ملامح حزنها، كان جرحها دايما بينزف منهم، كان حكمهم يلبسوها دور صفات ويفصلوهم من لحمهم، كان مستحيل العين تشوفها بتنكسر والنقد فيها بيتكسر، كان يعني لازم تنتصر لان وعد المولى حق، النور في عز العدم شق، طريق يعود منه النهار، وادي الكوار، الله اكبر على الولاد، ساعة المعاد، بركان في قلب المعركة، عمال بيحصد في العدو وكأنه زاد، أوتاد شداد، ومدمرين حصن اللي قالوا مستحيل يوم يقهروا، ما كانوش أساسا يعرفوا إن الأسود دول يقدروا يدوسوا فوق المستحيل، حتى التاريخ ده يغيروا، أكتوبر الشاهد عليهم من ساعتها بنيتهم تعظيم سلام، خلص الكلام وما عادش فاضل غير صيام الارض عن دم الولاد، الفرحه بتعم السما علشان تعيش الملحمه اسطوره يحكيها الزمان، سينا بست سنين حزينه بتبتسم وتعود عروسه ام جديد ام البلاد، سينا بست سنين حزينه بتبتسم وتعود عروسه ام جديد ام البلاد. شكرا لفضيلة القصر الأستاذة رايدة راشد، والآن مع كلمة الأمين العام لجمعية الكلمة الطيبة الأستاذة إيمان حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة من ليالي جمعية الكلمة الطيبة. سعداء جدا وجودنا معاكم وجودكم معانا، وسعداء جدا بهذا الاحتفال اللي بيمر علينا كل سنة، يثبت في كل مرة برغم كل الأوجاع اللي بتمر علينا كل يوم في البلد دي، من أول ما نفتح عينينا الصبح لحد لما نغمضها، كنا عايشين تحديات وعايشين حاجات كتير أوي بتقلقنا، لكن فعلا زي ما قالت الأستاذة ليلى إن إحنا يعني نيجي في اليوم اللي نحس فيه إن البلد شمت نفسها ورفعت راسها بعد لما كانت مهزومة كتير كتير كتير، كانت مجروحة وكانت يعني أوصاف كتير جدا، ولكن 6 أكتوبر كان يوم العبور، يوم النصر، نتمنى إن إحنا نعرف المعنى الحقيقي اللي قالته الاستاذه ليلى واللي ما زال بيقوله ناس كتير جدا من اللي عاشوا الحقبه دي، لان للاسف الشديد الناس اللي جت بعد 6 اكتوبر بعد ثورته وبعد الثوره اللي كانوا حاسين بيها الناس اللي عاشوا في الحرب، مش قادرين يعرفوا المعنى الحقيقي للعبور، المعنى الحقيقي للنصر، غير زي ما قالت الاستاذه ليلى هو يوم في النتيجة وهو يوم بناخد في الأجازة ونقعد ما نروحش شغلنا. فدي للأسف الشديد هو مش انتفاع للانتماء لهذه البلد، لا والله احنا فعلا بنحبها جدا، بنحبها من جنودنا، يعني تخيلوا ان الأغنية العادية جدا بتاعت يا حبيبتي مصر، الأغنية دي لما بتتقال وأنت قاعد لوحدك خالي كده الباب، تلاقي نفسك في شعور ما لمسك ودموعك نزلت، معنى كده إن أنت حابب البلد دي، ولكن الكتر المشاكل اللي بتقابلنا فيها هي اللي بتخلينا شوية نبقى قاسيين عليها، احنا مش بنبقى قاسيين عليها، مش بنبقى كارهينها هي قد ما احنا بنبقى معترضين على التأمين على الحكم فيها، يعني احنا مش معترضين على شخص سين وصاد، انما نظم الحكم نفسها، نظم الاداره دي اللي بنبقى معترضين عليها، زي مثلا ما انا يبقى علاقتي بالمدير بتاعي علاقه بره الشغل كويسه جدا، انما داخل الشغل
مين صالح مين خالق. انما انا عايزه ان هيجي يوم ربنا فيه ان شاء الله يوقف كل الناس ويسال عملت ايه للبلد دي، ومش البلد دي كقطعة أرض ومساحة، لا البلد دي كأرض وكمواطن غربيا، كمواطن كل همه إن هو يعيش عيشة كريمة، يربوا ولاده، يشتغل ويراعي ربنا، ويلاقي نفسه ويرفع راسه في نهاية اليوم وهو بيلم ولاده حواليه وبيأكلهم أكل حلال. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسهل وتتصلح أحوالنا جميعا، ونقدر نحتفل بيوم النصر كلنا مع بعض، ويجي يوم فعلا فعلا كلنا نقول من قلبنا تحيا مصر.